أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. موضوعنا اليوم هو قبلة الإسلام. أين القبلة؟ القبلة التي فرضها الإسلام أين كانت؟ وأين يجب أن تكون؟ أين نجد قبلة الله التي نتوجه إليها حسب القرآن، حسب الدين، حسب ما أمر به القرآن، لكي نعلم أين نصلي وأين نتوجه حين نصلي وأين نحج أيضا؟ يجب أن نعلم كل هذا الأمر. الله تبارك وتعالى في القرآن قال: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. وقال أيضا: قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. كما أكد أنه شرع لنا من الدين ما وصى به نوح: والذي أوحينا إليك، شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين. من هم المشركين؟ الذين يحجون حج الجاهلية حول الكعبة. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. ومن هذه الآية نعلم أن العرب قد صدوا عن سبيل الله وعارضوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تحويل القبلة وفي الحج في المكان الذي يجب أن يحج إليه الله، أن يحج إليه الناس، أي الذهاب إلى الله. لأن الحج هو دعوة من الله لعباده كي يحجوا إليه، زيارة إلى الله. أن تحج إلى الله يعني أنك ذاهب إلى الله. وعندما نذهب إلى الله لابد أن نفعل كما فعل رسول الإسلام محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أن نتبع طريق الإسراء الذي أكد الله سبحانه وتعالى أن المسافة بينه وبين الكعبة مسيرة 4 أشهر. فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. هنا يتبين لنا بما لا شك فيه أن القبلة التي فرضها الله تبارك وتعالى على بني إسرائيل وعلى نوح من قبل ما هي إلا قبلة المغرب، ترشيش في التوراة، قبلة المغرب في القرآن، والتي تبعد 4000 كيلومتر كما جاء في القرآن. فسيحوا في الأرض 4 أشهر ومسيرة الشهر 1000 كيلومتر على الأقل، يعني 4000 كيلومتر يجب أن تكون المسافة بين الكعبة وبين الأقصى، وهو طريق الهجرة إلى الله التي فرضها الله على رسول الله موسى وعلى رسول الله محمد من نفس المكان تقريبا، لأن
السعودية كانت تحت ملك الفرعون، ملك مصر. فنفس الخروج ونفس الطريق الخروج الذي فرض على اليهود نفسه الذي فرض على المسلمين، لأن الله سبحانه وتعالى شرع لنا نفس الشريعة، ما وصينا به نوح والذي أوحينا إليه يجب أن لا يخالف نوح. والذي أوحينا إليك يعني القرآن، يعني أن القرآن فيه أمر بالصلاة، بالصلاة نحو الأقصى وبالحج إليه. وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، يعني نفس قبلة بني إسرائيل التي كانوا عليها الأولى، التي كانوا عليها لما كانوا مؤمنين، ولما كانت تقودهم الأنبياء والمرسلين. يعني نفس الحج الذي كان يحجه رسول الله، نبي الله داود وسليمان، نفسه الحج الذي فرضه الله على المسلمين. أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، يجب أن لا